السلام عليكم أصدقائي، كما كتشوفوا معنا أمطار غزيرة مدينة طنجة. قبل قليل دازت عاصفة رعدية قوية خاصة المكان، رائع جدا. لعليكم وتستمروا معنا الاشتراك في القناة وساعدونا باش نوصلوا القناة 100K. والمزيد ديال الامطار غزيره غادي نصوروهم، والمزيد ديال السيول والفيضان خاص في طنجه غادي تكتشفوه على القناه ديالي. ما تخيلوش الجو اشحال زوين في طنجه، اوروبا تبارك الله. وامطار غزيره كتنزل، اذا حاليا الشتاء مستمره على حسب التجربه ديالو والخبره ديال الشتاء مستمره. اذا دازت واحد العاصفه رعديه وسبات هاد السيول كما كتشوفوها، السيول اجواء ممطره، اجواء رائعه، اجواء جميله، اجواء خياليه، عروسه الشمال طنجه ونزول عاصفه رعديه في كل مكان كما كتشوفوا السماء. اللهم بارك، السماء ديال الشتاء. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، واو 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 واو، اللهم بارك. اذا كما كتشوفوا معنا اجواء ممطره، اجواء رائعه جدا في كل مكان في طنجه. حاولنا باش نخرجوا باش نصوروا لكم هذا الجو رائع جدا والتساقط امطار الخير في طنجه وفي المغرب. اللهم بارك. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد ديال امطار غزيرة. شوفوا تبارك الله، شوف شوفوا تبارك الله، ها السيل، ها اللهم بارك. اذا اجواء غادي تكون ممتعة رائعة جدا في طنجة، ونتمنى ان شاء الله نقدم لكم ما افضل ان شاء الله. اذا نزول امطار غزيره في كل مكان. هذه طنجه، طنجه العليا، عروسه الشمال، اجمل مدن في المغرب، منطقه رائعه، منطقه ممتعه. اللهم بارك. شوفوا الاخوان، شوفوا تبارك الله. اذا نزول امطار غزيره في طنجه اليوم الحد كما توقعنا. اذا نتمنى ان شاء الله سيدي ربي يزيد لنا امطار غزيره ان شاء الله بحول الله، ونتمنى نقدم لكم ما افضل. وعندنا هذا الواد، اذا الا كانت الشتاء مجهده في النواحي ديال طنجه وفي المناطق ديال طنجة. شوف اللهم بارك، شوف هذا واد كما كتشوف، هذا واد، هذا واد ديال طنجة. هذا الواد غادي نصوروه، كاين من هنا والفوق من هنا، من هذا الاتجاه فاش كاين هذا الواد، اي جيب الفيضان من هذا الاتجاه. اذا غادي ننتظروا ونصوروا لكم اي حاجه. وهذا الواد ان شاء الله الا جاب السيول راه غادي نشاركوا معكم ان شاء الله بحول الله. اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش توصلوا كل جديد كما كتشوفوا. اللهم بارك. ها الترومبيه، هذه يسموها الترومبيه، اجواء ممتعه. الصباح زوين هذا، تيتيز تيتيز، هادشي يبغي بزاف، الطنجاويات يبغيهم بزاف، يحمق عليهم. شوف 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 تبارك الله، شوف شوف السيول، شوف اللهم بارك. واو 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 واو. إذن أجواء ممتعة، نتمنى نقدم لكم ما أفضل إن شاء الله. ايوا بارطاجيو، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد.
الله بيبارك. أجواء ممتعة. أش غادي نقول لكم؟ نزول أمطار غزيرة في كل مكان، شي حاجة زوينة بزاف. وفي نفس الوقت هاد الأمطار غزيرة تعطي النفع خاص في طنجة، وحنا أصلا محتاجين هاد الأمطار غزيرة. ونتمنى إن شاء الله يكون خير، وما تخيلوش الجو جميل اليوم الحد الويكاند جات هاد الشتاء، فرحنا بها. ونتمنى إن شاء الله يكون خير، هذا الشيء كنتمناو. شوفوا تبارك الله، هذه هي طنجة. يا سلام يا سلام يا سلام، طنجة العليا. شوفوا شوفوا السيول، شوف شوف فيضان شنو دار. شوف تبارك الله، اللهم بارك. اذا مكان ممتع، مكان رائع جدا، اللهم بارك. كما كتشوفوا جنب الشوارع السيول. اذا هذا الشيء زوين بزاف، وكاين هذا الجبل حتى هو كما كتشوفوا، السماء راه باقي فيها الجو ديال امطار غزيره كما كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله يكون خير، هذا الشيء كنتمنى. ونتمنى نقدم لكم ما افضل ان شاء الله. نزول امطار غزيره في طنجه اليوم الحد، ونتمنى ان شاء الله يكون خير، والخير جاي ان شاء الله بحول الله وكل شيء ديال الله. ما تخيلوش شحال زوين الجو ملي كاينه الشتاء، اللهم بارك. يا سلام يا سلام يا سلام على الجو، زوين تبارك الله. في طنجة كما كتشوفوها، شوف تبارك الله، شوف شوف الشوارع، شوفوا، اللهم بارك. دابا كيما قلت لكم بزاف اللي يعجبوه، يعجبوه هاد الشجاري، دابا بزاف هاد الشجاري يعجبوه. هاد الشجاري دابا كيحماق عليهم بزاف بهاد الطريقة ديالهم، اللوينات ديالهم، حيت هو كان كيشوفهم بعد الدوال وعزيز عليه هذاك الشجاري. شوف تبارك الله، شوف، اللهم بارك، الخير والبركة، اللهم بارك. شوف تبارك الله، أجواء ممتعة، أجواء رائعة جدا. الشجر اللي كيعجب بزاف. إذا نتمنى إن شاء الله الإعجاب ديالكم والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد إن شاء الله. وغادي نحاولوا نشارك معكم أي حاجة على أمطار غزيرة إن شاء الله بحول الله. إوا هاد الصباح جات الشتاء وجات الأمطار غزيرة، كانت دازت بعد عاصفة رعدية، كانت عاصفة مجهدة تماما دازت هنا، والحمد لله ولك الحمد خرج بزاف من الدار وصل هنا وكاينه الشتاء، وجات الشتاء ديال بصح. اما الصباح كانت غير شتاء خفيفة، ملي خرج بزاف كاينه عاصفة رعدية. ايوا اشترك في القناة، تفعل الجرس باش توصلوا كل جديد. تحياتي طنجة.